شاطر شاطر برافو برافو شاطر شاطر نتهاجر قلبي فاجر طلعة من عينه شرارة لما يقولوا ان انا جاي بمشي لوحدي في قلب الحارة باخد كلابي معايا لو حتى راكب طيارة الحرب العالمية التالتة هتقوم مني انا بإشارة انا ببعت الكلاب بتاعتي يجيبوا لي سجاير انا يبكي كلابي عندي احسن من صندوق زخاير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس الجميلة اللي متابعانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في أنحاء العالم وكل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظة مصر. النهاردة يا جماعة الحلقة اللي احنا هنصورها دلوقتي دي حابب أقول لكل الناس مفيش داعي إن أنت تعملها في البيت، مفيش داعي إن أنت تعمل حلقة زي تعمل حاجة زي كده في البيت لأن ده ممكن يشكل خطورة، تمام؟ ده عبارة عن تدريبات للكلاب. كمان لو أنت حتى مدرب لسه مبتدئ مفيش داعي انك تعمل الحاجات دي لان الحاجات دي ممكن تشكل خطورة عليك وتشكل خطورة على الكلب اللي معاك. اللي احنا هنصوره دلوقتي وهتشوفوه دلوقتي، تمام، ده مجموعة من الكلاب تعتبر انتهكت حقوق الطبع والنشر بالنسبة للشراسة، تمام، كلاب عدت مراحل الشراسة، في قوة في شراسة في الكلام ده كله. الكلاب دي مدربة لاصحابها لاجل ان يكون الكلب حارس شخصي او حارس خصوصي او حارس على الاماكن اللي هو موجود فيها. هنشوف دلوقتي، واغلب الكلاب دي هتكون بيتبول وروت وجيرمان، تمام. هنشوف دلوقتي الكلاب دي في مجموعه تدريبات وهدوم، تمام. يعني حاول ان انت لو انت في البيت ما تعملش التدريبات دي لان ده ممكن يشكل خطوره على الكلب نفسه وعليك انت كمان شخصيا. يلا بينا كده نتابع ونشوف المجموعه اللي معانا النهارده هتعمل ايه ونعرفهم ونشوف رد فعل الكلاب في التدريب مع الشغل اللي احنا هنعمله. Thank you.
المشاهد اللي احنا عملناها ديت اتمنى ان مفيش حد يحاول في البيت لان نار وحاجات زي كده. طبعا اكبر غلط ما تحاولش ان انت تعمل على سطح الحاجات دي او ما تعملش في البيت الحاجات ديت. الحاجات دي عباره ما الا دايره تدريب بس للكلب ازاي بنقدر نوصل الكلب لمرحله شجاعه او ثقه في نفسه ان هو ما يخافش من نار، ما يخافش من سلاح، ما يخافش من اي حاجه. تمام. كمان حابب اقول لكل الناس اللي متابعانا يا رب الحلقه دي تعجبكم ويا رب تنبسطوا منها. لو عجبتكم هنعمل لكم حلقات زي دي كتير. الحمد لله بنوصل مع الكلب في الشراسه لمرحله جميله جدا جدا جدا، ودي حاجه طبعا تبسطنا وحاجه كويسه ان الحمد لله
لحد دلوقتي نعتبر من ضمن الناس اللي هي طلع كلب شرس بطريقه كويسه، الا بقى ان كان الكلب عنده مشكله نفسيه او مشكله سلوكيه من حياته، من حياته القديمه او من المواصفات بتاعته او سلالته او حاجه زي كده. يا رب الحلقه دي تعجبكم، تحياتي للجميع واحلى مساء عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كابتن البارح في اعلى المزارع هم دوكس في ضمانهم، رجوله ومجدع وسته مسمع اخونا الكبير ابو نور، شرف بلدنا ومنه استفدنا ابو نور حبيب الجمهور.